الحارس دياو، رقم 18 الحسن العيد، 5 عبدو الباس، 17 عبد الله محمود، 14 محمد دليالي، 3 علي عبيد، 8 امادو نياس يبدا اساسي في هذه المباراه، 2 المصطفى دياو، 7 اسماعيل دياكيتي، 15 بكر ينداي، 11 مولاي احمد خليل. بعض التغييرات كذلك من جانب كورونتان مارتينز، وقراره بالمباراه الماضيه امام نفس المنافس، وضربة البداء ستكون لمنتخب الموريتاني. قلت صاحب المركز الثاني، الحكم موليس يعطي إشارة انطلاق المباراة هنا في الاستاد انتواري في بوجامبورا. قلت ضيع نقطتين طبعا المنتخب الموريتاني، واكتفاءه بنتيجة التعادل رغم أنه سيطر كلية على مجريات. طبعا بدأت تكتسب الخبرة والتجربة. انطلاق هجوم خطير، هذا الهجوم لمصلحة منتخب بوروندي، يدخل منطقة الجزاء. كرة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة كرة، دخول لمنطقة الجزاء والهدف الأول. الهدف الأول قلت الدقائق الأولى صعبة بدعم هذه الجماهير الغفيرة في بوجامبورا. 5 دقائق، أسمان انديكوم أنا يفتتح التسجيل، أو دي كومانا يبدو لي هو من افتتح التسجيل لمنتخب بوروندي، او سايدي هو اللي تمكن من افتتاح التسجيل. سايدي انتيبا سونكيزا هو اللي افتتح التسجيل لمنتخب بوروندي في الدقيقه 9. خطأ ايتاو، الكره في اتجاه سايدو بيراينو، محاوله الضغط من بلاز بس لمولاي احمد خليل، احمد خليل لمحمود عبد الله، التعادل تصديه لعديد المحاولات. قلت المنتخب الموريتاني كان قادر على انهاء المباراه وبنتيجه وبفرق. سايدي صاحب الهدف الاول في هذا اللقاء، يعني سايدي انتيبا زونيكازيا. اسماعيل دياكيتي يلعب في الدوري القطري في فريق نادي الشمال، وتقطع في ديف خليل، ممتازه مولاي احمد خليل، يلعب لمحمود عبد الله، خطيره كوره والتصويب سهله، ما اخذهاش كما يلزم، سهله كوره في دين الحارس. الثلاثين وتابع ذي كوره للمنتخب الموريتاني، مرفوعه كانت من الحسن العيد، هو سال 21 ولو انه ترجع كوره في دفاع المنتخب البوروندي. داي شيمي، خروج الحارس في ابعد، شوف كانت كرة طويلة، اوه خروج واصطدام بين الحارس ناموري دياب. ترجع كرة لمنتخب بوروندي، كرة عرضية دائما البحث عن بلاز. الدفاع الموريتاني صار عنده ماركو ويماس يعطيه أكثر حلول على الأطراف، هذا ما يفسر ثانية منذ 2014. هذه كرة عرضية، كرة عرضية طبعا، قالت كرة بالراس احمد خليل، وهدف التعادل للمنتخب الموريتاني. المرابطون يعودون، قلت الهدف اللي قبله في توقيت مبكر يحرر المنتخب الموريتاني من ضغط المباراه. بعد الهدف ادخل في الاجواء، سيطر، تقدم لمناطق منتخب بوروندي في كورتين، والثالثه ثابته، عمل من مولاي احمد خليل. البوروندية في استاد انتواري، امامنا نسبة امتلاك الكرة، اسبقية بوروندية، 4-5 لسايدي على اطراف، عرضية كرة اميري والعرضية سهلة في سيراليوني اللي كان متأخر امام نيجيريا، 4-0 في الستة الجولة الرابعة. تنطلق اليوم هذه كرة، كأني بيه النتائج يعني لم تكن على مستوى الانتظارات. كيت ممتاز، 5 دقائق قبل نهاية الشوط، ويختار القوة في كرة لإميري. إميري خطير الإمكانية، بلاز والتغطية حاضرة إلى ضربة ركنية. طبعا المطلوب التركيز في هذه الدقائق، مدرب الموريتاني. طويلة كرة لبونفيس، ممتاز التدخل في حوار بوروندي موريتانيا هنا في بوجامبورا.
على نتيجة التعادل. هدف لمنتخب بوروندي. التنفيذ من غايل خطيرة، والهدف الثاني على غرار شوط المباراة الأول. هدف مبكر منذ الثواني الأولى لمنتخب بوروندي. كرة ثابتة نفذها غايل، وقادم من القلب بكل قوة وبرأسية باغتان مورياو. هدف ممتاز لمنتخب بوروندي في افتتاح الشوط الثاني. قلت خطا على مستوى التمركز. بوروندي في نواكشوت خطيره، كره اخرى وهجوم اخر وهز تمشي كره للحسن العيد. التصويب، التصويب، كره قويه. الرصيف في تشكيله المنتخب الموريتاني. دياكيتي ترجع كره من غايل، استلام الكره الثانيه، حول هجوم معاكس والتغطيه عذره والخطا. قلت كره عرضيه، يعطي الحكم اشاره التنفيذ. كره على الهدف الثالث، على الهدف الثالث باغت الحارس دياو. مش ممكن قبول مثل هذا الهدف من كره ثابته سايدين. تيبا زونكيزا يباغت الحارس نامور دياو ويضيف الهدف الثالث للمنتخب. سيناريو غير مقبول بالمره، يقبل منتخب موريتانيا. ثنائيه لسايدين تيبا زونكيزا وثلاثيه في شباك منتخب موريتانيا. قلت هو صاحب هدف بوروندي في مباراه الذهاب في نواكشوت، وصاحب تمشي كره لمنتخب بوروندي. بونفيس يتعدى، بونفيس في تجاوز المصطفى دياو. بونفيس ما يلزمش طبعا. عبدو البا تويلا كره للحسن العيد. بونفيس ما ياخوهاش. سنداي خطيره كره، التصويب بعيده، كره دياكيتي. مره ثانيه يجرب حل التصويب المنتخب. فوت في ثلاثه نقاط او في نقطتين من خلال اكتفائه بالتعادل في مباراه كانت في متناوله. حسن العيد، حسن العيد لادريس اتيام يطلب كرة. امادونياس، امادونياس متابع من مدايا تشيميي من اجل امكانية التدارك. صعبة، صعبة المباراة على المنتخب الموريتاني. تمشي كرة لعلي عبيد على مستوى طبعا ترتيب الهدافين قبل هذه الجولة الرابعة بعد ثلاثة أسابيع في مختلف المجموعات. النيجيري فيكتور أوسيمان. المنتخب الموريتاني في هذه المباراة ماركو ويمانس في تنفيذ الكرة الثابتة. ويمانس الأبعاد بالرأس. بكارينداي مزت الكرة في مناطق المنتخب الموريتاني. هو الترويج.